طيب يا شباب، ما بلحق ما بيقدر يتابع، بعدين برد عليه كم مرة. خلينا نسميها لوجن ونروح على التول بوكس، نطول عندنا تو تكست بوكسز تبعون اليوزر نيم والباسورد. التكست بوكس الأول وخلينا نروح نجيب ليبلز. اوكي، ونسمي الليبل هنا مثلا، خلينا نسميه الباسورد، واسمي الليبل هذه طبعا اليوزر نيم. وخلينا اروح على الفورم نفسه، بس اغير الفونت هنا عندي عشان يكون الخط اكبر واوضح عندي. نظهر الفورم شوي. النص. اوكي، خليني هنا شوية في الديزاين، نزيدهم شوية كمان، ونروح نضيف هنا بوتن. نرفع الشغل تبعنا كمان شوي لفوق. ننزل تحت هنا على البوتن، اسمي هنا عندي لوجن. اوكي، اسمي هنا عندي لوجن، واضغط هنا على البوتن عندي، بيوديني على الكود تبع البوتن اسمه كليك. اوكي، طيب خلينا بس هسه بدي ارجع شوي على الانتيتي فريم وير. بدي ارجع لكلاس اللي اسمه كونتكست. هذا الكونتكست كلاس عباره عن كلاس هيلبر. شو كلاس هيلبر؟ كلاس مساعد، بيساعدك في انك تتخاطب مع الداتابيز بشكل مباشر. وفي منه هنا عندي اوبجكت اسمه او كلاس اسمه كار انتيتيز، كارنت انتيتيز. هذا الكلاس حيخليني بشكل مباشر اقدر اتفاعل مع الداتابيزز اللي عندي، او الداتابيز اللي عندي، وبالتالي اقدر اتفاعل مع التيبلز اللي موجودين عندي. فخلينا اروح انشئ اوبجكت من هذا الكلاس اسمه كار انتيتيز، كارنت انتيتيز. انا اروح على اللوجن سكرين هنا واجي اقول له كار انتيتيز. خلينا اسمي الاوبجكت دي بي كونتكست لانه هو بيساعدني بالتخاطب مع الداتابيز، ايكوال نيو كار انتيتيز. اوكي، اجين ارجع مره ثانيه يا شباب، هذا الكلاس اللي عندي، وبيخليني اقدر اتخاطب بشكل مباشر مع التيبلز عندي. هذه الاكواد لو احنا اخترنا الكود فيرست احنا حنكتبها بنفسنا، يعني هذا الكلاس انت حتكتبه بنفسك لو انت اخترت الكود فيرست. خلينا نرجع هنا على سكرين. طيب هسه انا ايش بدي اعمل؟ بدي اخذ اليوزر نيم والباسورد ادخلهم للمستخدم. خلينا نيجي نقول هنا string يوزر نيم ايكوال، بس نعطي قيمة أولية، وباسورد ايكوال نعطي قيمة أولية. اوكي، بعدين خلينا اجي اقول له يوزر نيم ايكوال قيمة التكست بوكس. بس خلينا ارجع التكست بوكس هنا، انا ما سميتهم اسماء لها معنى. اضغط هنا على التكست بوكس واطلع فوق عندي على النيم وغيره، خليه هنا عندي تكست بوكس يوزر نيم، واجي هنا على الباسورد اسميه تكست بوكس باسورد. اوكي، خلينا نرجع الكود مره ثانيه، هقول له تكست بوكس يوزر نيم دوت تكست. اوكي، والباسورد ايكوال تكست بوكس باسورد دوت تكست. اوكي، بهذه الطريقة أنا شو جبت؟ جبت قيمة التكست بوكس وحطيتها في اليوزر نيم، وجبت قيمة التكست بوكس الخاصة بالباسورد وحطيتها بالباسورد. بس شو صار عندي؟ صار عندي اليوزر نيم والباسورد أدخلهم للمستخدم.
اوكي هسه بدي اتاكد اذا اليوزر نيم والباسورد دخلوا المستخدم صحيحين ولا خاطئين. اوكي فهسه شو راح اعمل؟ راح اعمل كونكشن مع الداتابيس واجيب اليوزر نيم والباسورد في الداتابيس واقارنهم باليوزر نيم والباسورد الموجودين عندي هنا. كيف ممكن اعملها؟ ممكن اعملها بالطريقه التقليديه. ايش الطريقه التقليديه؟ اجي اقول سيلكت يوزر نيم، يعني اكتب كويري بنفسي، ممكن اجي انا اكتب كويري كما فيها سيلكت يوزر نيم باسورد فرام او واتيفر، حنقول سيلكت ستار، نجيب كل بيانات سيلكت ستار فرام employees where، جيب بيانات بشرط انه اليوزر نيم اللي في الداتابيز يساوي اليوزر نيم اللي انا دخلته هنا و and الباسورد اللي في الداتابيز يساوي الباسورد اللي دخلته هنا. بس في عندي انا طريقه اسهل في البرمجه بدل ما اكتب بالطريقه التقليديه. اذا انت كتبت بالطريقه التقليديه صح، بس انت بتعمل على نفسك جهد زايد عن اللزوم. اوكي احنا زي ما اتفقنا انه البرمجه احنا بطريقه اذكى من ما نشتغل. اوكي لانه انت عندك ممكن يكلفك الشغل 10 اسطر بينما الشغل ممكن ينعمل بسطرين او سطر واحد، فانت ليش تشتغل بنفسك بالطريقه التقليديه؟ لا، حنستخدم حاجه اسمها لينك تو اس كيو ال. لينك تو اس كيو ال بيتعامل مع الاس كيو ال زي كانه عباره عن كويري. اوكي بيحول الكود لكويري. كيف بيحول الكود لكويري؟ هسه عندي هنا لما جيت انا عرفت هذا الكلاس، زي ما قلت لكم هذا الكلاس عرفنا انه متغير، هذا المتغير يتخاطب مع الداتابيز بشكل مباشر. انا راح اتخاطب مع مين؟ راح اتخاطب مع جدول الامبلويز. فحاجه انا اعرف هسه كويري، هذه الكويري تستخدم اللينك تو اس كيو ال، هيك طريقتها هو اسمها لينك تو اس كيو ال. كيف؟ نعرف متغير string query equal from، هيك طريقتها اي متغير from db in db context dot employees select، حين نقول اقول لك لا where، حين نقول where ال db dot password equal equal ال password and ال db dot username equal equal ال username. إذن حقول له ايش؟ select db. طيب ايش تعني هذا الكويري؟ هذه الكويري تعني select star، لو قلت كتير select star from employees where الباسورد اللي في الداتابيز يساوي الباسورد اللي عندي هنا، واليوزر نيم اللي في الداتابيز يساوي اليوزر نيم اللي انا طلعته هنا. اذا طلع عندي ناتج من الكويري معناته ايش؟ في عندي مستخدم بهذا الاسم. اذا ما طلع ناتج من الكويري معناته ما في عندي مستخدم بهذا الاسم. ما ارى الاخ هسه ايش بيقول لي؟ كاتب زي equal I think okay from db context password equal equal and password select db
اكتبوا الكود عندكم يا شباب، الكود ما فيهوش اي مشاكل، اكتبوا الكود عندكم. اوكي روحوا انتم عندكم على اللوجن واعملوا هذه الاشياء الموجوده عندكم. هذا طبعا الكود مكتوب داخل الزر تبع اللوجن. اللوجن يلا هسه بشوف لك اياه.
الأزرار. تمام يا شباب. طيب خلينا نكمل بس الكود شوية يا شباب. هقول له هنا F إذا كانت الكويري لا تساوي null، شنو تسوي؟ يعني رجعت قيمة. أوكي. معناته عندي إيش؟ خلنا أظهر له message box dot show، أقول له أوكي welcome to main page. اوكي، واذا كانت مش صح حاجة اقول له else message box dot show incorrect username or password. يا شباب incorrect username or password.